اللهم أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمر يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا عن والدي شيئا إن بعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء